الله يبارك فيك استاذ، كلشي بخير. مرحبا بك استاذ. الشريف ديالي انا محمد البقالي، مقاول ذاتي في الترسيس الصحي. تعرضت لواحد الحادثه في رمضان المنصرم 26 بالضبط، في رمضان موافق 5/8/2021، ومن بعد قيامي بشكايه السيد وكيل الملك، قيامي بعمليه جراحيه زرع. اسمح لي باش الناس شكون اللي ضرب، كيفاش تعرضتي له وفين تعرضتي له؟ هادشي هذا الله يجازيك بخير. انا كنت خدام اسيدي هنا مقاول ذاتي في الترسيس الصحي، بحكم العمل ديالي هاد السيد هذا كيخدم جزار، كنلاقاني بهاد الشركه هادي وخدمت مع الخدمه ديالهم، الحمد لله ساليتها هكذا كلشي بخير فيهم الله يحفظو. داوني واحد الخدمه وخد اخرى، داك الخدمه وخد اخرى سمحوا فيا شي 4 سوايع ولا 5، خصوصا انه شهر رمضان وهادي، وانا خدام معاهم بالليل وبالنهار زعما باش نفك لهم باش يديروا افتتاح في العيد وهذا الشيء. منين زعما وقع بان تناسوا تفاهم على هذا الشيء هذا، بان الوقت وهذا الشيء هذا، وبان انا ما كنخدمش بالنهار، فهمتي؟ انا مقاول ذاتي، نورمالمون كنشد البروجي وكنخدمو، يعني ما يتحكموش فيا ولا هادي. فاش قلت انا هذا الوقت هذا بزاف 4 سوايع وما سامحين فينا في الطوموبيل وهذا الشيء هذا، كتكبر علينا هادي. وقع سوء تفاهم بيني وبين واحد السكرتيره في الشركه، ديك السكرتيره في الشركه مشات عند داك السيد الجزار وقالت له بان بقالي فهمتي ادانا وهادي وما خلاناش وما دار وما دار وهادي. منين جيت انا بالعشيه تما مع موالف كنجي تما الحومه وهادي، جيت نتسوق سيت كتسيف عليا فهمتيني، بحال كي فهمتي كيحساقرني وكيسبني كيقول لي شنو درتي كذا. هذيك الاخا هو شوف راه دابا الصيام مور المغرب نتلاقاو ونهضروا، راه سوء تفاهم بسيط زعما على الوقت وهذا الشيء، زعما حنا ما قلناش شي الفاظ ولا حنا صايمين كنعرفوا الله. رمضان عليا حتى رمضان خايبه وكذا. المهم مشيت بحالي مشيت مع واحد الشركه وخد اخرى، خدمت مع واحد البروجي وخد اخر في نواحي تاع طنجه بني عروس. من بعد 4 ايام اتصل بيا السيد هذا مولات الشركه، قال لي جيتك من واحد المحل وخد اخر في حي القواسم، انا المحل كنت خدام فيه في حي النجمه. المهم باختصار خدمت معاهم ديك الساعه النهار، باقي شي 4 ساعة للمغرب ولا نص ساعه، ركبت معاهم في الطوموبيل باش نرجع للنجمه، نزل موتوري ومسائل كذا وهادي، نمشي نفطر في داري. باقي شي 4 ساعة للمغرب، دخلت للمحل المواد الغذائيه نشري شي تميرات ولا شي لعيبات، حيت المهم صاحبي داك السيد وانا تلاقى داك الجزار عاوتاني، وداك السيد هذاك السكرتيره كانت معنا حتى هي قلب المحل تما، حيت هو اللي بقى فاتح فهمتي، ما كانش شي واحد من غيره فاتح تما ديك الساعه. قال لي زعما فهمتيني بغا بحال زعما يدابز معايا ولا هذيك. قلت له السيد راك عارف زعما، قلت له الشريف ديالنا راه سوء تفاهم بقى بسيطه، السيده واقفه معاك هنا راه حنا ما سبينا ما قلنا ما والو، راه فهمتيني سوء تفاهم على الوقت وصافي، ماشي حاجه اللي وصلنا لها. تهجم عليا ضربني بحديده ليدي. فاش ضربني بحديده ليدي تميت خارج انا كنسبك على برا المحل، حيت انا اصلا ولد فاس وهادو دابا طنجاوه نورمالمون كيصبر راسهم طنجاوه. خرجت انا برا المحل هارب زعما بحالي بهادي، حتى حسيت بالضربه في يدي، بقيت كنكالي بواحد البلاكه د كوكا باب المحل كذا وهادي. تميت خارج هكا شي شويه عكلني عاوتاني كذا هادي، وليت طحت عاوتاني. الكاميرات كاين كلشي كاين، وهذا الشيء الكاميرات ما دلوش بهم كاع في التحقيق. المهم باختصار استاذ، التحقت بعد تقدمي بشكايه، التحقت بالمستشفى وقمت بعمليه جراحيه بزرع اطراف حديديه في يدي هنايا في المعصم ديالي. من بعد توجهت للدائره باش نستأنف الدعوه ديالي. اذا انا افاجأ بان السيد قام فهمتيني بتزوير الحقائق بكل صراحه، تزوير الحقائق، والقضيه قلبها من زعما بشكايه بالضرب والجرح الى تبادل الضرب والجرح، مما هادشي عرقل القضيه ديالي فهمتيني. وتابعهم في حاله صارح، قمت بشكايه اخرى للسيد وكيل الملك وقام بانصافي، واستقبلني السيد ولي الامن في طنجه الحالي دابا الله يجازيه بخير، هو كان زعما في المستوى، وامر فتح تحقيق جديد. ورغم زعما انحياز الشرطه الصديق ديالهم الضابط اللي هو بخو السيد الوالي على قيامه بهذا الفعل الغير القانوني، فتحوا تحقيق جديد وقاموا بالخبره. السيد ولي الامن استقبلني في شي واحد من الضباط قال شي حاجه ماشي هي. وقام بالتوبيخ ديالو استاذ، فهمتيني، قام بالتوبيخ ديالو وانا في الحضور ديالي وكذا وهذه، بان التصرفات اللي دار ماشي قانونيين فهمتي، انه خصهم كان يعرضنا على النيابه العامه. السيد وكيل الملك هو اللي امر باش يتابعهم في حاله تصارح ولا في ولا يعتقلهم فهمتي استاذ. هو مكالمه هاتفيه وانه زور الحقائق باني داير شويه ديال هنا القابس، المهم حقائق زورها بسيط كامله زورها. عندك دليل؟ عندي دليل بطبيعه الحال، وقام هو اللي قام بالامضاء فهمتي استاذ. انا ديك الساعه قلت له نبصم كذا وهادي، حيت ما يمكنليش داير عمليه جراحيه ويدي ما يمكنليش تحكم بها. قال لك لا كذا. ورينا عارف الدليل ديال التزوير. ديال التزوير استاذ هو هذا. ها هو هذا استاذ. لا يعقل ان يدي عامل فيها الحديد وداك الشيء، وصبعاني في المعصم ديالي الضربه عندي وعنسني بيا، وفاش امرت طلبت فتح تحقيق جديد، فاش طلبت فتح تحقيق جديد تم انصافي من السيد ولي الامن،
وداروا قاموا بالخبره وقاموا بالاجراءات ديالهم وتيقنوا باني ولجت مستشفى محمد الخامس لقيامي بعمليه جراحيه، واني من بعد داك الشيء التحقت بفاس، واني غادرت مستشفى محمد الخامس طوعيه مني، يعني ليس لدي عائله هنا وما عنديش المال الكافي باش ندير العمليه، التحقت بفاس لان تما مسقط الراس. من بعد فتحوا تحقيق جديد، وهذه صوره من تحقيق جديد، بان في الدعوه الاولى كان تبادل الضرب والجرح استاذ في المحضر اللي تصور فيه الحقائق، وهذا المحضر الثاني استاذ فهمتي، بانه الضرب والجرح الخطيرين، يعني هذا هو التحقيق اللي هاد. ومن بعد ولجوا للمحكمه بتاريخ 24/6/2021 تم التحفظ عليه من طرف السيد وكيل المالك، مما فهمتيني مما شيء اضرني كثيرا. وعند التحاقي بجلسات عند قاضي التحقيق، عند السيد قاضي التحقيق، لم يتم انصافي في كل مره فهمتيني، حجج واهيه لا علاقه لا تصور انا ما كيعطينيش فرصه نتحدث على راسي على المشكل ديالي وكذا، وهذه يعني لا قيمه لي بحال شي كلب تما واقف معاهم ولا شي حاجه، هكا كمل هذا المعنى استاذ الله يمد بالصح. ومن بعد استاذ طالبت قاضي التحقيق بان راه كاين تحقيق جديد وكذا، بانه كان حاضر مع السيد الوالي وهادي، بان التحقيق هذا فينا هو، يقول لي ولم يتوصل به شيء. وبعد خذلان المحامي ليا بجوج دقائق في واحد الجلسه الثالثه باش ندخل عند السيد قاضي التحقيق، تخلى عليا جوج ثواني قبل ما ندخل عند السيد التحقيق، ما عرفتش واش بعد الدمه ديالو ولا ما عرفت شنو، المهم الله سبحانه وتعالى شايف كيشوف كل شيء. خانوك جوج محامين؟ المحامي الاول هو اللي خاني استاذ. المحامي الثاني شنو قال؟ الثاني رفض، كان باقي خمسة دقائق ندخل عند السيد قاضي التحقيق، كيعرفوا الدعوه والمسائل كذا، كيعرفوا بان كاين شي انحياز قلب المحكمه لهاد الناس هادو اللي هاد الجنات اللي معتادين عليا، كيتراجع بوحدو فهمتي؟ خصوصا انا السيد المحامي الثاني صديق ديالي فهمتي من الطفوله وهذه، كنعرفو انسان بحال هكا نورمالمون راه تهديد هذا، ملي ما كيبغيش ما يمكنش فهمتيني ينوب عليا راه تهديد هذا. ومن بعد جهد مني قمت بهذا الملف هذا، جبته من الارشيف بانه فهمتيني تم الحفظ عليه، وجبته من الارشيف وقدمته وتقدم السيد قاضي التحقيق. ومن بعد هذا الشيء كله قاضي التحقيق السيد قاضي التحقيق لم ينصفني، مازال متابع الناس في حالة صارح، انا متابع انا مشاكي بثلاثه الناس طبقا لهنا القوانين المسائل هنا. الثالث هذا عندك السيد هذا السيد الجزار، وهذا السيد السكرتيره، واحد السيد وخد اخر معاهم، واحد اخر عاوتاني ما كنعرفش الاسامي ديالهم بالضبط، كلهم تحاموا فيا حتى يعني انا كاملين ضربوا. دابا المشكله ماشي لو كان في الاول تشوف المشكل ماشي يدي المشكله، انا تعضت كامل سناني من هنا طيحوا لي سنه، عندي ضربه هنا الشكوى الله خصني ندير عليها عمليه عاوتاني انتفاخ ما عرفوش منين كاين، واخا عملت عليه التحاليل دابا الشوايه الطبيه اللي عندي هي اللي ديات الساعه. كما حملت شحال خسرتي الفلوس على صحتك؟ خي ديالي ما بين العام جوج عمليات، هادشي انا بلا ما نقول لك زعما هادي انا راه عام تقريبا، دابا راه رمضان باقي له شهر ولا شهرين، يعني راه علي تقريبا 10 شهور وانا بدون عمل، وفقدت الكليان ديالي وداك الشيء بخصوص اني كنت داير القبص وهذا الشيء مده خمس شهور. وعمليات الاولى طاحت عليا تقريبا ب 9000 درهم في مصحه حكوميه سي اش دو، والثانيه طاحت عليا ب 4500 درهم. وما بين الدوايات وهذا الشيء هذا والتكاليف وهبط وطلع وهذا الشيء راه تقريبا غادي دابا شي 3 المليون 30000 درهم. ومشكل ماشي هذا هو المشكل دابا استاذ، انا الحمد لله لقيت بعدا منين خسر انا على فلوسي، واخا بعدا الحمد لله لقيت منين خسر على صحتي، المشكل باني تعرضت لها مستديمه، ان يدي ما بقاش كنقدر نزاول بها المهنه ديالي. المشكل اللي وقع لك يدك دابا؟ هذا استاذ كتشوف يدي انت شوف. عندي صور دابا نتوجه بهم ان شاء الله عليكم استاذ. وانت دابا يدي المشكله يدي دابا يدي ما بقاش كتصرف. ما بقيتيش كتقدر تحرك يدك؟ لا يدي ما كتطواش. هذا جهد. كتبقى يدك دائما. هذه كتطوى هكا ما كتبغيش تطوى، انا كنحاول بجهد جهدي هذا. ونظرا لهذا الشيء استاذ انا راه ضعت فهمتيني، ضعت في مستقبلي المهني اولا، وضعت في صحتي ثانيا، وثالث حاجه هي اللي كنتوجه للسيد جلاله الملك شخصيا، لان اللي كان لي الشرف اني تلاقيته جوج المرات، مره في مؤسسه الادماج، وفي مره مع الوالد ديالي الله يرحمه. وكنا نطالبوا بانه فهمتيني ياخذ لي حقي، وانا راه كنتوجه برساله ايضا للمجلس الاعلى للقضاء بالنظر في هذه القضيه ديالي. شنو كتقول لسيدنا؟ سيدنا انا كنقول لسيدنا هادشي هذا راه بزاف، هادشي هذا راه بزاف، هذا الظلم اللي تعرضت عليه انا بزاف، هادشي راه المحكمه الابتدائيه راه عطات ريحتها في البلاد اوستاذ، راه بهذ الدرجه تعني يعني جميع الوثائق والشواهد الطبيه وكل شيء، ونفس الوقت ما ناخذش حقي، هذا راه مشكل كبير. ما واني فهمتيني وان السيد قاضي التحقيق فهمتي لم ينصفني الى يومنا هذا، من هذا الشيء انا كنلتجأ لسيدنا باش ياخذ لي حقي في هذا الشيء هذا، وانا عندي جميع الوثائق جميع كل شيء، واني راه قدمت استفسار للسيد وكيل المالك الاول على حساب هذا الملف علاش تم الحفظ عليه استاذ، مع انه كان خصو يكون يضم الى القضيه
تبقى للتعليمات النيابه العامه. وهذا استاذ هذا من الملف الذي تم الحفظ عليه ولا شفتوه هنايا الله يجزيكم بخير. هاتي هذا خصو كان خصو يتعرض الاستاذ عليه الضمه لهذا الملف السابق اللي كان الدعوه اللي كنت متابعهم في الاولى لانه الا انه تم الحفظ عليه. وهذا الشيء هذا مما سمتيني هذا الشيء تم تعرضت له الظلم بزاف من قبل. ودابا انا عاوتاني في نفس من بعد هذه المشاكل كامله كنا التحقنا للقضاء زعما القضاء النازي باش ناخذ حقي وداك الشيء لانك لقيت القضاء حتى هو كيزيد فهمتيني كيزيد طين بله. وانا تنقول لك هذه رساله للسي الملك الملك المغرب نصره الله محمد السادس وراه عنده معزه خالصه في قلبنا بانه يجي يفتحوا تحقيق جديد نزيه في هذه الشكايه ديالي في هذا الموضوع ديالي يعني لان يومنا هذا راه عام هذه وباقي ما توصلت لا بحقوقي لا والو. وبان بان الشيء اللي كنشوف بالنسبه للرؤيه ديالي لهذا الشيء ديال المسطره اللي غادي فيها انا راني ما ناخذش حقي من غير ان التجأت للصحافه ولا سيدنا شاف فينا في هذا المشكل هذا. والله يجازيكم بخير الشيء اللي كنطلبه من الله. الله يجازيك بخير الخاوه. كتشوف راسك انه تظلمتي؟ اخي ماشي تظلمت هادشي راه فوق الظلم الخاوه هادشي هذا. طيب لم فقد الظلم الخاوه ديالي تصور انا كنقول لك يدي عندي جوج شواهد طبيه فيهم 60 يوم قاموا بالخبره قاموا بمسائل الشرطه القضائيه يعني تاكدوا بجميع المعلومات باني وجدت محمد مستشفى محمد الخامس في نفس يوم الحادثه يعني واش هذا الشيء انا درته بيدي. انا وصلت لمحمد الخامس المستشفى محمد الخامس عطاني وثائق باني هذا الشيء راه كسر خاطر يعني خصني ندير عمليه كان يوم الجمعه بالليل حتى السبت والحد منين مشيت لعند باش يستقبلني باش ندخل عند الدكتور مختص في العظام وإذا كنت فاجئ بأني خصني نقوم بعملية جراحية أستاذ. وهكاك وما تقبلتش الأمر ومشيت التحقت بمصحة بنيس هنا في بلاصة طورو بخيفي وعملوا لي التحاليل وعملوا لي كل شيء وطلبوا لي 2 مليون في العملية. والدكتور اللي عيد لي العملية في ذاك المستشفى ديال محمد ديال السي بنيس في بلاصة طورو بخيفي هو اصلا اللي عيد لي العمليه في محمد الخامس فهمتي. وقالها لي قال لي بان الدكتور قالها لي قال لي انا راه كنصبرت عندي راك في الدوله قلت له استاذ انا ما عنديش هنا فهمتيني ما عنديش هنا العائله وما عنديش المصاريف ديال العمليه كامله وكذا من هنا خصنا نلجا لفاس حيت تما كاينه فهمتي كاين مسائل عائله ويمكن لي تما نجيب الفلوس وداك الشيء باش نصوب العمليه. وهذا الشيء اللي كاين استاذ دابا انا عندي جميع الوثائق التي تثبت تورط هذه الجونات في هذا الشيء هذا وان الناس هادو عندهم شي شهود كيقول لك بان وحده التخزين ديال الكاميرا 25 يوم هو قام بشكايه ضدي ثلاثه ايام بعد علمي باصابتي الخطيره قام بشكايه لدى مصالح الدائره الشرطه وعنده شهاده طبيه فيها 22 يوم. بالنسبه للناس اللي شافوا هذا الفيديو هذه وربما يكذبوك ولا حالة ما يتهمت شي واحد شنو غتقول واش عندك الدليل انه تواجه اي واحد؟ عندي الدليل نواجه اي واحد استاذ اي واحد نواجه بهذه الدلائل هذه شنو قلت لك انا على الدلائل اللي عندي الاستاذ ديالي الاخرهم واحد من عامه الشعب يعرف علي انا راه على حقي هنايا راه مهضوم ما بالوك بالناس اهل القانون واهل السلطه وهذا الشيء هذا. وانا ما نكذبش عليك انا تفاجات انا المحاكم تقريبا المملكه المغربيه كامله كنعرفهم الاستاذ فهمتي ولكن هذه ديال طنجه دخلني فيها العجب يعني اللي كنمشي لعندو كنقول له السيد راه السيد قاضي التحقيق راه لم ينصفني وان هاد الناس متابعهم في حاله تصارح وان المشكل ديالي فيه تما كبير وكاين جميع الدلائل وكل شيء ورغم التحاق الملف التحقيق الجديد عند السيد القاضي التحقيق الا انه لم يتخذ اي اجراءات بقى المسلسل غادي فيه هو هل ضربتيه ما ضربتيهش. استاذ انا كنمشي معك بالوثائق استاذ عندي جميع الوثائق اللي جبتها الشرطه القضائيه بيديها بامر من السيد ولي الامن ودعت الملف وكذا وتم التحفظ عليه. وهذا الشيء واخا رغم كل هذا انا جبت ذاك الوثائق استطعت نجيبها استاذ بعد مماطله بزاف هبط الفاس طلع سير لطنجه سير هذه المهم جبت ذاك الوثائق كامله الا انه دائما يتم انصافي كل مره شي حجج واهيه استاذ من قبل السيد قاضي التحقيق. وانا لا اتهم احدا انا فقط اريد تحقيق نزيه وانصافي في امري وشكرا لكم. الله يجزيكم بخير استاذ الله يرحم الوالدين وشكرا لمن برا اشواق وجزاكم الله خيرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.